سعد بخير. سعد الله، يلا شكرا احنا لك كل من سجون قريب. هنكونوا على الهواء الاخوان. سعد الله، مرحبا. مرحبا. مساء الخير متتبعي صفحتي على الفيسبوك، أهلا بكم مجددا في هذه التقنية التي اخترناها اليوم، التواصل الحكومي في زمن الجائحة، في زمن كورونا. نطرح صراحة هذا الموضوع لأهميته القصوى، خاصة في الجدل الذي خلقته خرجات بعض المسؤولين الحكوميين صراحة، إن في زمن الجائحة أو قبلها. لذلك سنحاول الإجابة في هذه الدردشة عن مجموعة من الأسئلة من قبيل كيف تدبر الحكومة زمن الصحية، هل استطاعت فعلا كسب ثقة الرأي العام واحتواء هذا المد الجارف للأخبار الزائفة، لماذا لا يزال الفاعل السياسي في مستوعب لأهمية التواصل السياسي كعيب مقومته وأسس ومقتضياته، أين الخلل التحديد تدبر الحكومة والمسؤولين ما بعد مرور الجائحة، هل لديها خطط تواصلية لما بعد مرور الجائحة إن شاء الله مع الرأي العام. لمناقشة الإجابة عن كل هذه الأسئلة سيد في مجلس النواب مرحبا. انا ما كنسمعش مزيان، واش من عندي ولا من عندك كيتقطع؟ كتسمعني دابا مزيان؟ دابا كنسمعك. سمعت المقدمة اللي قدمتي، ولكن بقيت ربما كاين مشكل عندي ولا عندك؟ إذن معنا سي بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب والقيادي في حزب العدالة والتنمية. مرحبا بك، كي داير مكناس؟ الحمد لله مكناس، الحمد لله تحت السيطرة. بقية واحد يعني تقريبا 9 أو 10 الحالات اللي عندنا، يمكن هذا الأسبوع إن شاء الله إذا كتب يخرجوا كاملين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أيضا سعيد باستضافة السيد عادل بن سيدي حزب الاستقلال. سيدي عادل، كده خلصت الحمد لله منذ اسبوع صفر حالات، نامل ان تستمر الوضعيه على هذا الحال بالنسبه للاقليم كله ان شاء الله وبحول الله. ايضا سعيد الاستاذ عمر الشاوي، استاذ القانون الدستوري والناشط الفيسبوكي. عمر، كبير الرباط. ايوا الرباط، طيله الحجر كانت مزيانه في اليومين الاخيره، كانت بعض المشاكل واللي تترجع شويه ديال التهور، نتمنوا اننا نتجاوزوها في الايام المقبله ان شاء الله. اذا مرحبا بكم في هذه الدردشه الرمضانيه حول موضوع التواصل الحكومي في زمن الجائحه. غادي نبدا معك سي بوانو، غادي نبداو بالشق المتعلق بالتواصل السياسي للحكومه. طبعا لابد للرجوع لاخر خرجه تلفزيونيه ديال السيد رئيس الحكومه سعد الدين العثماني، واللي لقت انتقاد قبل بعض المتابعين. بدايه سي بوانو، رايك كمشك سياسي او كقيادي في خرجة، كانت هذه الخرجة في مستوى تطلعاتك كمشاهد بسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك سي يوسف على هذه الاستضافة، هذه الدردشة. أنا سعيد لكي أكون مع الأخوين الصديقين السي عادل بن حمزة والسي عمر الشرقاوي. طبعا هذه الجائحة كما تعلمون هي اليوم كل الدراسات وكل توقعات وكل محللين كاين اللي كيربطها بانها يعني ازمه، ولكن هي اكبر من ازمه، هي حقيقه حرب.
هي حرب، يعني حرب بكل المستويات، لأنها لا تضر بلدا ولا قارة إلا ومستها وخلفت عدد من الضحايا وعدد من القتلى وعدد من المصابين، فضلا على ما تخلفهم من آثار مدمرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، تمس المجتمعات، تمس الأفراد، تخلف آثار حتى نفسية. احنا في المغرب طبعا ما احناش معزولين على هاد الآثار السلبية. وطبعا أول حالة كانت 2 مارس، بعد ذلك كتعرفوا جميعا الشيوخ كنكروه ولكن نعاودوه، يعني كان جلالة الملك اتخذ عدد من الإجراءات الاستباقية واللي الحكومة مشات نفذتها، وطبعا اللي عندها طابع اقتصادي وعندها طابع اجتماعي وعندها طابع صحي أساسا. هاد الجائحة أهم شيء فيها، أهم شيء في هاد الجائحة في حروب عموما، الناس كتسنى الأخبار، كتسنى المعطيات، كتسنى المعلومات، كتسنى يعني خصها تطمئن في زمن كورونا. أهم شيء اللي كيقلب عليه المواطن هو شي حاجة اللي تطمئنه، اللي يعني تشعروا بالثقة والارتياح. احنا دخلنا في الحظر منذ 20 مارس، وطبعا بعد شهر تم التمديد قرابة، يعني بعد قبل من رفع، يعني نتمنى ما يتمددش، خرج رئيس الحكومة. رئيس الحكومة مش أول مرة كيخرج، هذه راه رابع مرة كيخرج. لا في زمن الجائحة ثاني مرة. لا لا، أنا كنحسب حتى البرلمان، أنت ما كتحسبش البرلمان. أنا بصفتي يعني كمواطن بسيط صراحة ما بقيتش لكن كنتفرج في هذيك البرلمان خرجة. بزاف، وليت كنتفرج يعني كنتابع، لأنه علاش ركزت على الخرجتين التلفزيونيتين؟ لأنهم شكلوا واحد أفق انتظار كبير عند المواطن، داك الشيء علاش بدينا نعم، بهم. لا لاحظتوا في كل الدول كيخرجوا رؤساء الدول رأسا، لأن الأمر ليس هين. وانتم شفتوا كيف ترامب كان كيخرج باستمرار. الخرجة ديال رئيس الحكومة الأخ طبعا على بعد أسبوعين من اتخاذ القرار، إما التمديد وإما رفع تدريجي للحظر الصحي، خرج وطبعا تكلم على عدة ملفات. هذه الملفات اللي تكلم عليها، ما دام أن المعطيات غير مكتملة بشأنها، فتكلم واستعمل مصطلحات هذيك هي اللي خلات المواطن عموما ما مرتاحش. اوكي سي بوانو، الا ما كانش المعطيات متوفره بكل بساطه ما يخرج، ما ينضمش للخرجه التلفزيونيه. لا دابا الخرجه واسبابها علاش خرج. اولا انا السلاطق الرسميه، لا احنا السلاطق الرسميه هو الثاني. لا احنا كنناقشوا بصدر مفتوح. انا بالفعل حتى انا كانت عندي هذه الملاحظه، علاش خرج وهو طبعا باقي الوقت والمعطيات غير مكتمله. ولكن كتعرفوا باننا قلت لك اهم شيء اللي كاين في الزمن ديال كورونا هو تعطي واحد نوع من الطمانه. انا ما كرهتش رئيس الحكومه يخرج كل نهار، راه ترامب كيخرج كل نهار، راه الدول كيخرجوا كل نهار، علاش؟ وحنا كنا كنقولوا ديك الخرجات ديال السي الايوبي، ديال مدير الاوبئه، غير كافي كان خصو يخرج وزير الصحه، علاش؟ هادشي كيطمئن. ملي كيخرج عندك رئيس الحكومه كيطمئن. الذي وقع هو انه خرج وقال هذاك الشيء اللي كاين، ما زادش فيه، قال ودي حنا عندنا سيناريوهات، هاد السيناريوهات غنقدموا لك سواء في المجال التعليمي او في المجال الاقتصادي او في المجال ديال المغاربه العالقين، فقدم. دابا نمشى خرج معطيات اوليه، هو باقي كيجتمع، راه كاين لجان متخصصه تجتمع يوميا، فاذا هو ما بغاش يوقع في احراج ديال الوزراء وديال اللجان التقنيه التي تشتغل. فلذلك يعني كان صادقا، خليني نقول لك واحد القضيه، كان صادقا فيما قال. ولو انا نقول لك، ولو خرج لا نشكك في نوايا السيد رئيس لا لا الحكومه، لا حنا وانا نقول لك نهضروا غير شيء، من ناحيه النجاح التواصليه، في كل شيء تواصل كان الازمه كيتسال. بالقواعد ديالو، الى ما عندك ما تقول بلا ما تخرج في انتظار اللحظه المناسبه. لا انت ما تخرجش باش تقول الناس شي حاجه قطعيه. لا هذا ماشي، انا قلت لك ترامب راه كيخرج كل نهار، وقع في اخطاء فادحه، لان انت كتخرج باش ترامب تطمئن ليس الناس. نموذج في تواصل الازمه. لا انا شوف، لا انا 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 اللي باش بغيت ما نقول نديروش لك اسمها هو مرجع. انه الدوله خاص المسؤولين ديالها يخرجوا. انا كنظن غادي نوصلوا لهذا الشيء، كنظن اذا بقينا في الخرجه الاخيره يمكن تعدنا عليها ملاحظات، ولكن عموما اللي كنقراو
من 20 مارس الى الان هادشي اللي قدمته الحكومه في التواصل السياسي ديالها المؤسساتي، يعني انا في اعتقادي لا اقول اشفت الغليل بصفه نهائيه، ولكن اجابت وطمأنت المواطن. وهادشي طيب غادي نخليو التواصل من الاول الى الثاني، نهضروا دابا غير على التواصل السياسي ديال الحكومه ورئيس الحكومه. اسمعوا الاستاذ الحمزه، فتقيم الاستاذ بن حمزه يعني من ناحيه السياق، من ناحيه التوقيت، ومن ناحيه ايضا النجاعه التواصليه هذه الخرجه الاخيره ديال السيد رئيس الحكومه؟ انا اعتقد بانه اي خروج اعلامي يجب ان يكون لما يكون مهيئ لرئيس الحكومه لما يعني يقرر انه يخاطب المغاربه، على ذلك انه يحمل جديد بالنسبه للراي العام، خاصه وان نحن على بعد 10 ايام من تاريخ المفترض انه ترفع فيه الحجر الصحي، وبالتالي كانت هناك انتظارات كثيره بالنسبه للمغاربه، وايضا كانت هناك مواضيع اخرى، موضوع ديال مصير السنه الدراسيه اللي ما كان فيه جديد في الخروج الاعلامي ديال السيد رئيس الحكومه، الموضوع ديال سيناريوهات رفع الحجر الصحي، لم يكن هناك اي معطيات يعني تبين اهميه خروج رئيس الحكومه للراي العام ليخاطبه، ايضا مشكله المغاربه العالقين في مختلف دول العالم، بحيث انه كان هناك نقاش في الصباح في الحكومه كان انطباع لدى الراي العام على ان هذا الملف يسير نحو الحل، فاذا به رئيس الحكومه في خروجه في نفس الليله يقول بأن الأمر يرتبط بفتح الحدود، بمعنى أنه الأمر متوقف على رفع هذه الحالة ديال الطوارئ ورفع الحجر الصحي على مستوى العالم، وجميع يعرف بأن الوضع معقد جدا بشكل الذي لا يسمح بالقول بهذا، علما أنه الدول والمغرب ساهم في إرجاع عدد من الأجانب كان تقطعت بهم السبل في المغرب بعد الإعلان عن حالة الطوارئ وبعد إغلاق الحدود سواء المغرب أو الدول الأخرى، وساهم في نقل هؤلاء المواطنين الى بلدانهم، وهناك دول يمكن نقول بانها اقل امكانيات منا رجعت المواطنين ديالها، نتكلم على تونس اللي اليوم جوج طائرات مشات من الدار البيضاء، نتكلم على الاردن، نتكلم على مصر، نتكلم على عدد من الدول الاخرى. لكن سي عادل ربما واش ما كاينش نوع من فهاد الانتقادات العدد. اضافه لهذا الكلام اللي قلتيه فهاد الانتقاد، واش ما كاينش نوع من التجني ومنع من المبالغه في انتقاد رئيس الحكومه وخاصه الخرجه ديالو؟ يعني ربما شدينا وركزنا على مساله ما عنديش تصور وكاينه سيناريوهات، وهذه ربما كما قال سي بوانو رئيس حكومة كان صادق فيها، يعني علاش غنشدوا بالضبط؟ ربما راه ما كاينش تصور، ربما دول متقدمه ما عندهاش تصور فعلا الى حد الان. لا 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 لا، تكلموا عطيو النماذج. فرنسا ماكرون عبر على تصور هذه اكثر من 10 ايام غادي تبدا التطبيق ديالو ابتداء من غدا. ميركل علنات على نفس الامر في المانيا. اللي كاين هو انه هذه التصورات هي غير نهائيه، لانه طبيعه ديال الوباء مازال حتى واحد ما يقدر يدعي انه يمكن السيطره عليه، وبالتالي هذا التصور قابل للتعديل، قابل للتحسين، قابل للتراجع. مثلا اليوم ألمانيا وكوريا الجنوبية وقعت فيها تسجيل حالات، وبالتالي كاين نقاش على تعديل التصور ديالهم لرفع الحجر الصحي. أما أنه يخرج رئيس الحكومة ويقول بأنه ما عندي تصور وكررها جوج ديال النوبات، فهذا ما غير مقبول، لأنه الحكومة خص يكون عندها تصور، والدليل أنه في الغد جات معطيات لا بالنسبه للقطاع ديال الصحه ولا بالنسبه للقطاع ديال الاقتصاد، انه كاين هناك تصور فيما يتعلق بما بعد رفع الحجر الصحي. غادي نجيو لهذه النقطه. اذا انا اللي بغيت نقول بانه الموضوع ديال خروج رئيس الحكومه، لانه طبعا الحال بوانو تكلم على الخرجه ديال البرلمان، وكانت خرجه اخرى في قناه الجزيره، وكان جوج ديال الخرجات في الاول، ثم انه نبدا من بدء ملاحظه انه الخروج الاول لرئيس الحكومه في شاشات التلفزيون العموميه كان في الخروج الاول كان مع ثلاثه ديال القنوات، في حين انه مع ثلاثه صحفيين، اما في الخروج الثاني فكان مع القناه الاولى ومع صحفيه وحده، علما انه الا كان رئيس الحكومه، فهذا واحد النهج اللي اختارته واختاروا عدد من رؤساء الدول وعدد من رؤساء الحكومات، انه تسجل ميساج واضح وتيتم البث ديالو في التلفزيون. اما انه يخرج رئيس الحكومه في برنامج حواري
وكل الأجوبة ديالو لا في اللقاء الأول ولا في اللقاء الثاني كانت تحيل على الاجتماعات وعلى الدراسات وعلى الخبراء، وبالتالي ما كانش عندنا أرقام، ما كانش عندنا أجوبة حاسمة في واحد العدد ديال القضايا، أو الإحالة على الوزراء، طيب الإحالة طيب على وزير واضح التربية الوطنية واضح والإحالة على واضح وزير الصحة. آه. أنا من كيظهر لي من بأنه هذا نقص شوية من الخروج ديال رئيس الحكومة. طيب إحنا بطبيعة الحال مهم رئيس الحكومة يخرج طبعا ويتواصل مع الرأي العام، هذه ميزة تنشكر عليها وكنعتبر أنها مهمة، ولكن المضمون واش الطريقة ديال الخروج تظهر لي بأنها إعادة نظر جذري. طيب من بين الناس اللي كتبوا بزاف ديال التدوينات وانتقدوا الخرجه التلفزيونيه الاخيره ديال رئيس الحكومه سي عمر الشرقاوي، ولكن سي عمر الشرقاوي اللي كيدافع على رئيس الحكومه تيقولوا بالعكس الرجل كان بسيطا في كلامه، ما استعملش لغه ديال الخشب، ما استعملش لغه تقنيه معقده، وصل الافكار ديالو بسلاسه. جاوب على ما جاوبش على شي حاجه، ولكن جاوب ايضا على مجموعه من النقاط، وما كانش نخبوي في الحديث ديالو مع الناس وخاصه الناس البسطاء. وبالتالي فمن ينتقد العثماني في نهايه المطاف صراحه لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. سي سرقاوي، لا، انا نبغي نقول بانه اولا الخروج ديال رؤساء الحكومات ولا رجال الدوله ماشي نزهه في شاطئ، هي مغامره سياسيه واعلاميه وخصها تكون محسوبه العواقب. الى غير خروج رئيس الحكومه خصو يوضع ثلاثه ديال الاسئله امام، فوقاش غادي نخرج، وعلاش غادي نخرج، وباي طريقه غادي نخرج. أسئلة كلاسيكية في التواصل، تتختار الوقت اللي غادي تخرج فيه، تتختار طبيعة الخروج، مع من، مع جريدة، مع حوار، خطاب، شوف أنت اللي هذا، والأهداف والرسائل اللي أنا مسطرها نوصلها للرأي. دابا إلا جينا حنا اللقاء الأخير ديال الرئيس فيه 35 دقيقة، تابعوا في الفيسبوك 250 ألف ناشط، 250 ألف فيه الشكر ديال المغاربة على التضحيات ديالو، وفيه في الاخر دعيو معنا. ما بين كانت معلومة مهمة ديال جنبنا 200 وفاة لا يوميا، كانت جواب فيما يخص أنا مثلا. انا غنجيك المعلومة شنو هو رئيس الحكومة فاش تقرا الخطاب ديالو. اولا ما نساوش بانه الحوار راه ماشي تنقولوا شي حاجه سر، راه الحوار تيكون معد سلفا وباسئله معروفه. لا، انا ربما كتلعب في المجال ديالي، معد سلفا بمعنى على مستوى المحاور، ولكن لا، على مستوى محاور طبعا، محاور والمؤسسه الاعلاميه كامل في التصرف. طبعا طبعا المحاور. ثانيا الحوار راه مع شخص واحد ماشي مع متعددين، اللي نقدروا نقولوا بانه في زمن الازمه يمكن قاطعوه ما خلاوش يوصل شي فكره، او ما خلاولوش المساحات الكافيه للتعبير على عدد من الرسائل اللي كانت في مواجهات صحفيه، وكان المغاربه تتابعوا. حنا في زمن الازمه، المغاربه عندهم انتظارات، اش ينتظروا المغاربه تقول له في هذاك الحوار؟ تتقول لهم كيفاش غادي ما بعد 20 ماي، واش غادي نمددوا واش ما غاديش نمددوا، الا كنا ما غنمددوش شنو هي السيناريوهات باش غادي نخرجوا من الحجر، الاجوبه على المصير ديال الدراسه، الاجوبه على النهوض الاقتصادي، الاجوبه على التداعيات الاجتماعيه، كاين عدد هذا تيتسناو. انت جيتي كلهم تتقول فيهم ما عنديش، عندنا دراسه ما عندناش، ولكن واش نحكموا؟ ولكن قول رئيس الحكومه بانه ليس لدي تصور وانما سيناريوهات، واش هذه الجمله فقط كافيه باش نحكموا على الفشل ديال الخرجه برمتها؟ هذا نوع فيه نوع من المبالغه والتجبي. راه ماشي غير في التصور دابا ديال الخروج، راه حتى في العالقين ما عطاش، تايسالي الحجر ونردوه، وطبعا غيسالي الحجر غادي يرجعوا. شنو زعما هذه زعما اكتشفنا العجله؟ السنه الدراسيه ماشي بيضاء، قالها وزير التربيه الوطنيه جديده هذه، اللي تيقولوا وزير الصحه راه عاودوا متحكم فيه الوضع. طيب على ذكر الوزراء، ما كاينش دي غرو ميساج ولا دي ميساج فور، ما كاينش رسائل قويه للطمأنه للتخفيف من التوجس.
طيب غنقول هاد غنقول هاد النقطه السي بوانو، يعني بغيتك بعدا ترد على هاد الكلام. ونقطه اخرى، يعني الغريب انه السيد رئيس الحكومه، هادو الناس اللي كينتقدوا الخرجه التلفزيونيه للسيد رئيس الحكومه تيقولوا بانه انتقدوا الحديث ديالو على غياب التصور وفقط هناك سيناريوهات، وبانه كان المعطيات اللي يعني تكلم عليها وكشف عليها كانت شحيحه. وتيقولوا بانه الغريب انه وزيره في الصحه ثم الماليه بعد ساعات يعني قدموا خطط مفصلة لما بعد الجائحة، ماذا يعني كل ذلك؟ لا نبدا من هذا الاخر، كنت نقولها قبيله، خروج اللي جا لغدا ديال وزير الصحه ليس فيه جديد، وده شفتوا المحور الاول ديال رئيس الحكومه، كل المعطيات قالها رئيس الحكومه، لان باش نخرجوا من الوباء، عندنا عدد من المؤشرات خصنا تكون عندنا، حاله ديال كيفاش كينتشر الوباء، وصلنا للبلاطو ولا ما وصلناش. واليوم هذاك الار زيرو عطى الرقم ديالو، هو دال تكلم على البؤر، هادشي اللي قال وزير الصحه، ما كاينش بل وزير الصحه جا تخوف كاع، قال اوديك بحال خرج كيحضرنا، وانا قلت لكم ها لو وقعت شي حاجه راه لا. انا بغيت خلينا ولا وزير الاقتصاد والماليه لجنه اليقظه اللي خرجات، ما دارت غير هذاك الشيء اللي كدير دائما. اما التصور خليني نكون معكم عاوتاني، انا صادق، انا بكل صدق كنت كنتمنى انه يعطي، عنده بالمناسبه عنده معالم، كان خصو يعطي المعالم، هو دابا مخليها حتى نهار 2، ماشي 2 هذا، 2 الاخر 18 مزيان 18 ماي ما عندنا مشكل، غتكون الصوره شبه كامله. ولكن خليني نقول بان اللجان مازال كتشتغل، هذاك النهار اللي داز كانت اللجان لا زالت تشتغل لحد الساعه. دابا القطاعات الوزاريه، قطاعات كل قطاع باقي كيعطي التصور ديالو، كاين التنسيق اللي كديروا لجنه اليقظه مازال كدير هذه العمليه ديال القطاعات. طيب كان بكل بساطه السيد رئيس الحكومه يوضح فيها، يعني هو عندما قال ليس لدي تصور وسكت، هنا فين كانت يعني الشك والانتقاد والريبة، يعني كان يقول هذا الكلام كتقول انت دابا، كان يقول بانه ما كاينش حاليا تصور لان اللجان لا زالت تشتغل، اللجان القطاعيه، وبالتالي غتكون عندنا تصور وملامح ديال المرحله المقبله اللي غنكشفوا عليها عما قريب، يعني يفصل شي شويه ما يكونش شحيح في المعلومات اللي كيعطي. هذا هو يعني مربط الفرس، هو المعالم عطاها لا في الجانب الصحي، الناس غادي تفهموا ملي كيتكلموا على المؤشرات، وكنتسنى واحد المؤشر مهم هو انه نهبطوا على واحد، هذاك الار زيرو هذاك الفتك، نهبطوا على واحد، لا هبطنا على واحد نحن متحكمون في الوضع ديالنا، وغادي نقول لك راه غادي نرفعوه بمستوى اعلى، ما دام هو باقي فايت واحد اذا بالنسبه الينا راه حنا غنبقاو في واحد فكان هنا طبيعي. بالنسبه للعالقين قال اش دار، لان ما عمر حتى شي واحد قال اش داروا لهاد 5000، اش دار، كان خصو بالاضافه خصو يقول التدرج، كل هاد الناس اللي غنجيبوا للوالا شكون الثانيين الى غير ذلك. هاد المعطيات البعض منا عنده، اظن بان عنده، البعض الاخر مازال في الدراسه. واش حنا دابا شحال من دوله، دابا راه نتوما كتشوفوا هاد الشيء اللي وقع، لا بالنسبه لسويسرا ولا بالنسبه لهولندا، راه عندهم راهم عندهم عدد قليل في المغرب، ومع ذلك عاد مشاو الاسبوع اللي مضى. وهذا الشيء اللي ذكر السي عادل، لا تونس ولا الاردن ولا شحال العدد، راه المشكل ماشي في العدد. وحنايا الاشكال اللي عندنا هو جاي من بين قوسين من دول موبوءه، الاكثريه عندنا في اسبانيا، عندنا في فرنسا، عندنا في ايطاليا، عندنا في المانيا، عندنا في هولندا، عندنا في بلجيكا، هادو هما عندنا ديال امريكا صحيح، وعندنا ديال الشرق صحيح، وعندنا حتى في الهند، هادشي كنقيد. فاذا كان انا في نظري عطى المعالم، لكن التفاصيل ما بغاش يسبق، لانه اش غادي يقول نهار 18، اش غادي يقول نهار 18 خصو يتكلم على هادشي. التعليم عطى ثلاثه المعلومات بالنسبه الي مهمه، الناس كيقولوا بانه هذوك الناس ديال التعليم الخصوصي غيستافدوا، جا واخا خرجت بلاغات ودي غير ذلك، جا كيقول ما كايناش هاد القضيه غادي يستافدوا من صدوق ديال كورونا، جا كيتكلم كيقول ما كاينش سنه بيضاء، جا كيتكلم كيقول بانه حنايا مادام ما كاين سينا بيضاء، عندنا جوج او ثلاثه السيناريوهات ديال الخروج. واش كل اللي غادي يعني الامتحانات اللي من غنديروها، الشواهد خاصه الاشهاديات، كيفاش غادي نكملوا، واش غنديروا العطله، غادي ناخروها، واش غادي نقراو في الصيف، هادو معطيات دقيقه. هذه راه قال
نستجمع المعطيات من ما هو محلي. راه تكلم على اذا كيف تفسر هذا الانتقاد للخرجات التلفزيونيه ديال السيد رئيس الحكومه؟ لا شوف دابا تصور دابا حنايا صوركم ما كانش خرج، انا كنقول لك انا مع انه يخرج كل نهار ولا يخرج كل خميس، انا هذا هو الراي ديالي، لانه لا لاحظتوا في هذا الزمن ديال المعلومه اي احنا في حاجه الى من يطمئن وخا يخرج غير نشوفوه راه نتوما شفتوا واحد بلا ما نبقاو ندخلوا في اسماء كثيره، شفتوا دول كتهمنا بغياب بعض الاشخاص الى غير ذلك. فلذلك حنا كل ما خرجوا المسؤولين ديالنا الاوائل وخرجوا عند الشعب وكيقولوا له كيهضروا معاه، طيب بغض النظر واش المعطيات كافيه ولا غير كافيه، هذا في واحد النوع من الطمأنة. المهم نشوفوه. طيب لا ماشي المهم نشوفوه، المهم هو انه كيعطينا المعطيات اخر ما عنده وهذاك لحد طيب. الساعه على وزير وزير طيب. الماليه منين خرج شنو قال وزير الماليه منين خرج شنو قال؟ هذيك لجنه اليقظه اش دارت؟ عنده التصور دابا راه مازال راه قال حنا كندرسوا وكنسقوا هاد كنجمعوا هاد هاد المعطيات من كل القطاعات اللي غادي دابا سيبوانو ما بغيتش نزيدو نفصلو مع السي العثماني بزاف، وتقدر تكون عندك المعلومات الشحيحه ولكن بين قوسين تقدر تسوقها بشكل جيد، يعني تكون هنا فين كيكون على انا اش قلت لك صادق انا علاش قلت لك صادق انا بالعاني قلت لك كان صادقا لان كان ممكن يستعمل مصطلحات اخرى وغتبان الناس بانه كيعطي المعطيات طيب. وهي ما ماشي معطيات مختلفه. مع السي العثماني نوسع زاويه النظر قليلا. نعم. يعني السؤال باش نقدروا نقولوا بانه اشكال ديال التواصل يعني هو اشكال فعلا قائم عند الفاعل السياسي بشكل عام ببلادنا او غالبيه الفاعلين السياسيين وزراء او حتى يعني امناء عامون لا يتواصلون ربما في بعض الاحيان او لا يجيدون التواصل بكل بساطه او محاطين باناس لا علاقه لهم بالتواصل. اكيد هذيك الثقافه عند المسؤول في بلادنا تخليه متحفظ بشكل مبالغ فيه بالطبع ويمارس رقابه ذاتيه على نفسه بشكل كبير، هذا جانب. وكاين جانب اخر يتعلق ب هل فعلا هو متمكن من المعطيات ومن المعلومه بالمقارنه مع مع الخبير او مع التقني اللي هو يمثل استمراريه في الاداره وفي الوزاره وكذا، وبالتالي كثير من الوزراء يوجدوا نفسهم يعني حقيقه غير متمكنين من المعطيات حتى في القطاع ديالهم. واذا زدنا عليها التحفظ ثقافه المحافظه السياسيه اللي عند الفاعلين السياسيين فهذا كيخلينا امام وضعيه. انا بغيت نركز على هذه الحكومه نفسها، هذه الحكومه مع التعديل الاخير كان تكلموا على حكومه ديال الكفاءات، وكيف ما تعرف الجميع اننا في ظل هذه الجائحه ديال كورونا وقع تعديل حكومي، وقع تعديل وتم الناطق الرسمي تغيير الناطق الرسمي باسم الحكومه سي عبيابه اللي راكم مع الاسف منذ تعيينه في الفتره القصيره اللي دوزها في الحكومه راكم اخطاء تواصليه كبيره جدا، وتم تعيين ناطق رسمي جديد، وكان الاعتقاد انه لمعالجه هذا الخلل التواصل، معنى انه الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومه هو اللي غيتكلف موضوع ديال التواصل باسم الحكومه في الموضوع ديال الجائحه، على اعتبار ان هذا الموضوع ماشي موضوع ديال القطاع ديال الصحه ولا هذا موضوع بعيد على المحاصصه الى نقولوا القطاعيه، بالتالي هو مهم يهم المجتمع كله، يهم القطاع الاقتصادي، يهم القطاع الاجتماعي، يهم القطاع الامني. ولذلك كنا كنتصوروا بان هذا الاستعجال ديال تعديل الحكومه ونحن في ظل الفترة ديال الطوارئ الصحية وفي ظل هذه الجائحة معنى أننا باش نعالجوا هذا الخلل ديال التواصل في الحكومة. يعني لأنه نفتحوا قوس هنا السي بن حمزة، المفترض أنه الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذه الأزمة يكون هو الأسطار هو النجم. أنا باش نرجع للكلام اللي قال بوالو ديال أنه التواصل اليومي، يمكن أنا ما نفضلش أنه السي عثماني يجي يتكلم يوميا مع المغاربة، ولكن الناطق الرسمي باسم الحكومة كان المفروض هو اللي يتولى هذا الموضوع. يكون حداث سيليوبي مثلا تماما وهذا كنشوفوا احنا كنشوفوا ترامب ومجيبارو اكبر العلماء اللي كيجاوبوا الجوانب المتخصصين اللي كيكملوا الكلام في الجوانب التقنيه المتعلقه بالوباء بالادويه، التعليق على الادويه اللي دايره في السوق، التعليق على اللقاحات والنقاش العلمي اللي كاين. ولكن اليوم احنا اللي كنشوفوا هو انه بقينا والخطير في الامر هو اننا لقينا المنسوب ديال التواصل بقى كينزل. الى لاحظتي في البدايه
كان عندنا وزير، كان عندنا رئيس الحكومه مع وزير الصحه في ندوه صحفيه وتقدموا معطيات ما يتعلق بالحاله الوبائيه، من بعد ولينا في وزير الصحه، من بعد ولينا في مدير الاوبئه، من بعد ولينا كنشوفوا تناوب موظفين في الوزاره، موظفين في الوزاره مع كل احترام لهم، ولكن هذه ماشي مهمتهم، انهم تلقوا علينا الارقام. حتى بدات الانتقاد، والمؤسف هو انه في اللحظه اللي كان كيتسجل فيها عدد وفيات اكبر من عدد الحالات اللي هي كتصح، غبروا المسؤولين الاولين فيما يتعلق بالتواصل مع المواطن. هذا الموضوع هذا ايضا كان مشكل، كما تتكلموا اليوم تكلم سيبوالو على انه رئيس الحكومه يخرج في 18 ماي، احنا عندنا مشكله مع هذه القرارات ديال لافي. حتى المواطنين محكوم يستعدوا لهذا اليوم. فرنسا الناس عارفين الرسوم هذه 10 ايام بانهم غيدخلوا المدرسه، واش غيدخلوا ما يدخلوش، لان هذه الخطه الا كان راه يجب ان تثير نقاش عمومي، يجب ان يكون هناك تبادل الاراء حولها كما وقع في فرنسا، وقع في واحد عدد ديال الدول. حنا مثلا في التعليم في 12 الليل تيصدر بلاغ تيقول العطله، غريب. ايضا بالنسبه للكمامات الالزاميه ديال الكمامه، يعني في العشرة ديال الليل تيتقال بانه ابتداء من غدا الصباح اللي باش الكمامه الزامي ويتعرض لعقوبات تتوصل حتى العقوبات السجنيه، في حين انه الناس الكل جميع كيعرف بانه في هذيك الفتره الكمامات كانت مفقوده من السوق. وفي نفس الوقت كان مولاي حفيظ العالمي يمطر المغاربه يوميا باننا كنصنعوا 5 مليون يوميا، وبانه اوروبا باغا تستورد منا، في الوقت اللي الناس كيمشيو عند البقال المجاور اللي ما تلقاش الكمامه. دابا باش نتفاهموا، يعني الحكومه يعني الحكومه عندها منجزات ولكن ما كتعرفش تبيعها. نرجع لهذه النقطه ديما تماما، وانا قلت في الاول بانه المغرب دار واحد العداء مهم جدا، ولكن كاين مشكل في التواصل وحتى في المعقوليه ديال النصوص القانونيه اللي كتخرج في الحاله ديال الطوارئ. هذا الموضوع ديال الكمامات كان ممكن يدار، هما عارفين بانه الكمامات مازال ما وصلتش للسوق. صحيح اننا وصلنا كان 8 او 9 مليون كما صرح رئيس الحكومه يوم الخميس، ولكن في ذلك الوقت كانوا عارفين بانه العمليه ديال التوزيع ديال هذه الكمامات على المستوى الوطني مازال ما وصلتش، باش يمكن لك تقول لا غدا في 8 الصباح اللي تضبط بدون كمامه يمكن له يمشي. وشنو مصير الناس اللي تعتقلوا في هذاك الصباح بدون كمامه؟ في حين ان الحكومه تعرف بانه هذه الكمامات ما كانش في السوق. اذا عدد من القرارات اللي اتخذت ما كانش مهيئه وما كانش مهيئه لها الراي العام وما كانش الضروره ديال الاستعجال فيها. ولهذا كنقول بانه يعني على الاقل قبل اسبوع من الحاله ديال رفع، الا كنا غادي نمشيو في رفع الحجر الصحي، كيخص الراي العام يكون تخبر واحد الوقت معقول، في حين انه هذا الشيء ما كاينش اليوم. ايضا فيما يتعلق بالمساعدات ديال لا بالنسبه للناس ديال الرميد ولا بالنسبه، وخاصه بالنسبه للناس ديال الرميد او للناس اللي ما عندهمش الرميد، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تعوج بعدد بالاف ديال الناس اللي ما تيجاوبهم حد، ما توصلوا بالدعم، ما ثم انه الدعم واش يشمل مارس ولا لا يشمل مارس، لانه نصفتوا في 12 ولكن ما جاوبهم حد، او لا تقول لهم بانه رقم البطاقه الوطنيه خطا، او لا ما تيجاوبهم حد. واش هاد الناس اليوم غادي يتعوضوا في الشهر اللي مضى، او لانه حتى اذا كاين مجموعه ديال الاسئله اللي مع الاسف الحكومه ما قدمت عليها حتى شي جواب. فيما يتعلق بالسنه الدراسيه، اليوم حنا دخلنا الشهر الثاني، اذا المفروض انه خاص يكون اكتملت الرؤيه، لا فيما يتعلق بالتقييم ديال التعليم عن التعليم عن بعد، اللي كلشي تيعرف بانه كاين صعوبات كبيره وكاين فيه عدم عداله وكاين فيه يعني ما فيش يعني المساواه ما بين التلاميذ المغاربه. ولكن رئيس الحكومه قال في نهايه المطاف الانتقادات راه متفاهمه، لانه في نهايه المطاف التعليم عن بعد راه عمليه تكميليه. شوف سي الا رجعتي للحوار اللي درتيه معاه انت كنتي في الصحفيين، قال نفس الجواب، هذه شهر قالوا هذه شهر وعاودوا نهار الخميس، وكانه ما وقع والو في هذه الفتره هذه. اليوم انا ما تنقولش رئيس الحكومه، ولكن عنده وزير التربيه الوطنيه وعنده القطاع اللي تيخصو يبدو بالمعطيات للتقييم، الا ما كانش شهرين كافيه باش نوضعوا تقييم السنه الدراسيه، فهذا راه كيطرح علامه استفهام كبيره جدا. نبغي نرجع فقط بانه الخروج ديال رئيس الحكومه ولا اي مسؤول عمومي ولا رجل دوله لمخاطبه الراي العام في ظل جائحه في مثل هذه، ماشي بالضروره انه يقول كلام اللي يريح الناس، لانه يمكن يكون عنده اثر سلبي، وهذا الشيء اللي شفناه في هذه الايام الاخيره، لانه
وقع عنده واحد النوع من التضخم ديال الهلع، واحد النوع من الاطمئنان المبالغ فيه، وقع واحد النوع من التراخي. تيبوالو تكلم على واحد الكلمه مهمه في بدايه التدخل ديالو الاول على اننا في حرب. هذه الكلمه قالها ماكرون، قال نحن في حرب، كانت عباره صادمه ولكن وأكررها عده مرات وكانت مساله مقصوده. طيب كانت مقصوده. جونسون قال البريطانيين استعدوا لفرق احبابكم. صحيح. رئيس الوزراء الايطالي واحد الوقت قال باننا درنا كل شيء، الان خصنا نصليو ندعيو الله باش يمكن له، بمعنى انه الخروج اللي واضح. طيب شنو عند استاذ الشقاوي؟ طيب انا بغيت فقط غير سي يوسف نضيف غير واحد انه في الايام الاخيره، وهذا اللي تاثر في الموضوع ديال السيناريوهات او الموضوع ديال التصور، جو في الاسابيع الاخيره بدات عندنا غوار صناعيه اللي كطرح علامات استفهام كبيره على مفهوم رفع الحجر الصحي وفتح الاقتصاد مجددا، وهذا الى حد الان ما تعطانا عليه حتى شي جواب. لم يعني من غير الارقام اللي كتعلم بشكل يومي بشكل الي واوتوماتيكي، ما كاينش شنو هي القراءات ديال الانعكاسات ديال هذا الشيء في المرحله المقبله ما بعد 2020. طيب السي الشرقاوي، دائما نبحث فين كاين الخلل، لماذا لازال الفاعل السياسي في بلادنا ينظر الى يعني التواصل كنوع من الترف، لاننا يمكننا نستغنوا عليه في نهايه المطاف. مؤشرات عده تؤكد هذا الامر حسب راي الكثير من المختصين، يعني اهمها هو طبيعه المحيطين بالفاعل السياسي، سواء في كأمين عام، سواء ك يعني وزير او كمسؤول سياسي. وانت عارف ربما اكثر اطلاعا انتما مني على الدواوين، وما نعموش كاين دواوين ربما فيها مستشارين تواصل لا علاقه لهم بالتواصل، فقد تم تعيينهم لانهم بمنطق يعني الولاء وماشي بمنطق ديال الثقه، ماشي بمنطق ديال الكفاءه في هذا الميدان ديال التواصل، وبالتالي هذه النتيجه اللي كنشوفوا دابا هي تحصيل حاصل. لا، اولا نبغي ناكدوا بانه المنسوب ديال التواصل في زمن الجائحه كان منسوب محترم، هذه حقيقه، ما غاديش يمكننا حنا نغطيو الشمس بالغربال، ويا ريت تكون كانت الحكومه والمؤسسات تتواصل ما قبل كورونا بنفس الشكل اللي تواصلت به كورونا. كاين عمل، كاين تقدم، مزيان، احترم شويه الذكاء المغربي، لكن كانت كوارث، كانت كوارث راه تكلم عليها الزي عديد، وكانت كوارث اللي مسات بهذا الوظيفه التواصليه للحكومه. فاش نتكلموا على التواصل، حنا من ناحيه العضويه راه حنا تنهضروا على مستشارين في الدواوين، كل وزير عنده مستشار في الديوان مكلف بالتواصل ولا الاعلام، ولكن واش الموارد ولا التعيينات ديال هاد الاشخاص واش كاين شي فيهم شي كفاءه؟ واش البنيات التواصليه في القطاعات الحكوميه اللي هي بنيات اداريه واش تتوفر على الكفاءه المتعلقه بالتواصل؟ واش كاين شي تنسيق بعدا ما بين القطاعات الحكوميه في التواصل، ولا كل واحد داير جزيره ديالو تيخرج يدافع على القطاع ديالو؟ وهذا هو اللي حاصل، لاننا ما عندناش سياسه تواصليه للحكومه، عندنا كل وزير خاصه في زمن الازمه تيجتهد وفق المعطيات وفق الدور ديالو اللي عنده في الازمه. انا تنبغي نقول بانه التواصل راه تيلعب واحد الدور في تشكيل البنيه الذهنيه حول المسؤول. دابا انا فاش تنشوف الكتاب المخرج وتيقول كلام بسيط، راه تيولي يتشكل لي واحد الراي على رئيس الحكومه بانه لا يملك الملفات، بانه ربما شارد في الموضوع، ربما ما عندوش المعطيات، ربما عدد من الامور اللي تتكلم. ولكن عاوتاني فاش كيكون المسؤول كيهضر بواحد الشكل نخبوي ومعقد وتقني، كيقولوا راه ما فهمنا والو. لا، دابا شوف، الكثير من الواقعيه تقتل، راه ماشي الواقعيه هي النجاح، ماشي هي البساطه بدون محتوى راه يعني نجحتي ربحتي البساطه في التواصل مع الناس. لا، انت رئيس حكومه عندك رسائل خصك تجي توصلها للناس، انت تتسيبلي، انت تتشوف شنو هما المتلقي والشريحه ديال المتلقي اللي باغي توصلهم الرسائل ديالك، واختار اللغه ديالك اللي بغيتي، لكن خصك المضامين، خصك الرسائل، خصك المعطيات. راه رئيس الحكومه في كثير من الاحيان تيبان ما عندوش معطيات، او ربما
تيوقع له يمكن شي مشكل اثناء الحوار في انه تيتناسى بعض المعطيات يعلن عليها او يعبر عليها او كذا. لذلك حنا كما قال عديد، فاش غادي نوصلوا حنا حتى ل 18 في الشهر باش يجي رئيس الحكومه المجلس النواب في الجلسه الشهريه باش يقول لنا شنو غادي يدير في 20، راه ازمه. ونهار 19 يمشي للمجلس المستشاري باش غادي يقول لنا شنو غادي في 20، راه مشكل. هذا تيبين شنو؟ تيبين بان الحكومه غاديه في قرار التمديد، لانه يستحيل في لغه التواصل غادي تمشي في واحد النهار وتقول الناس راه غدا غادي نديروا الاعلان عن رفع الحجر ولا انهاء حاله الطوارئ. راه تيبان بانه مازال فكره التمديد وارده ضمنيا واخا ما عبرش عليها، ضمنيا راه وارده، والا راه غادي يكون رئيس الحكومه تيرتكب كوارث بحال الكوارث ديال الكمامات. تنجيو في مجلس الحكومه في 6 العشيه ناخذوا قرار ونطبقوه في 8 الصباح، تنديروا العطله في 12 الليل، تنتخذوا قرارات اللي ما عندها. طبعا شوف حنا باش حنا واقعيين، هذا زمان ماشي ما تيتمشاش بالمنطق العادي، ما غاديش يمكننا نقولوا بانه الناس خصنا نحاسبهم عاوتاني بمنطق ديال الاوضاع العاديه. هذه اوضاع استثنائيه تتفرض عدد من الارتباكات في اوروبا في امريكا، كنوقعوا عدد من القرارات والتراجع عليها وربما الارتباك هنا او هناك، ولكن ما تيوليش يولي قاعده وما تيوليش قرار يترتب عليه المس بحريات الاخرين. هنا تنوليو امام بعض الارتباك اللي عنده يعني تاثير سلبي. لا السؤال السي عمر، واش الحكومه واش المسؤولين ديالنا عندهم خطط تواصليه يعني معده سلفا لمواجهه اي ازمه؟ لان الازمه راه في علم الغيب، ما كنعرفوش حنا شنو جاي. واش الحكومه يعني مستوعبه هذا الامر؟ هذا تجربه سابقه، الحكومه السابقه كان واحد الفكره ديال التواصل الحكومي على شكل واحد البنيه الدارت ديال المجموعه ديال المستشارين في الشؤون البرلمانيه، كانت واحد الفكره ديال دار واحد الخليه ديال المكلفين بالتواصل ديال الوزراء وكذا، وهذه باش يبداو ينسقوا بيناتهم وتولي الاجابات افقيه ويتبادلوا المعطيات ويردوا على بعض التقارير ويردوا على بعض الاشاعات وعلى بعض المعطيات. ولكن داك الشيء ما مشاش بعيد، وبان بان الفاعل الحكومي ورجل الدوله تيفكر غير بمنطق اللحظه وباللحظه العاديه ماشي بلحظه الازمه. والادهى والامر من ذلك ان الفاعل الحكومي ما بقاش شيء يتعامل حتى بالمنطق اللي تيفرضوا عليه منصبه الوزاري ولا منصبه كرجل دوله، ولا تيتعامل باليات اللي تيمكن يمارسها الناشط في الفيسبوك. كاين دابا اللي تيمشي يدير، دابا رئيس الحكومه بان بانه بلغ بعض الافكار كاذبه او زائفه، كان رئيس الحكومه يخرج بلاغ، ما غيحتاجش يدير ندوه صحفيه باش غادي يقول هذا المعطى. علاش ما نشوفوهاش الجانب الايجابي انه مسؤولين استوعبوا المساله ديال اهميه المنصات الاجتماعيه؟ لا اسمح لي، لانه ترامب يحكم العالم بتويتر، ماشي عيب. علاش ما ناخذوش؟ لا 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 اسمح لي، فرق كبير ان ترامب يحكم العالم بهذا وانه تكون تصفيه حسابات ورسائل متبادله ما بين الوزارات وما بين التحالف عبر تدوينات في الفيسبوك، فرق كبير هذا. ما غاديش نبقاو نميزو رئيس الحكومه بغى يعبر، نهار رئيس الحكومه بغى يعبر في تغريده راه جاب 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 خبر المصدر ديالو مؤسسه اعلاميه، هو اللي خصو يكون منتج الخبر ماشي لامار. تيجيب خبر دابا هذا هو التويتر ديال ترامب، راه انت خصك تكون منتج المعلومه ماشي مستهلك لها، انت هو السيد الذي تيصنع المعلومات يفترض انت كرئيس الحكومه، ماشي مستهلك من مؤسسه هي في الاصل تابعه لك، وماشي رجل الدوله عنده القنوات باش يعبر. دابا حنا راه ماشي دابا انت باش غادي تجي تقول لي انت وزير معين تدوينه ويقول فيها انا ما صرفت ما والو، وتيدير توضيح في الفيسبوك.
دابا من وصلنا لفيسبوك نقطه مهمه ايضا. هذه الجائحه سي بوانو يعني غيرت صراحه الكثير من الامور ومن هذا الشيء اللي كنديروا دابا، هاد النقاشات والدردشات عبر الفيسبوك. الفيسبوك الان ولا النقاش مفتوح فيه، ولا نوع من التاطير، يعني كل شيء انخرط في المساله وهي ايجابيه بشكل كبير. بدانا نشاهد انخراط يعني وزراء امناء عامين في نقاشات فيسبوكيه، شبيبات ديال الاحزاب ايضا ناشطين. يعني كما قلت هذه مساله ايجابيه. واش هذاك يعني بان الفاعل السياسي اخيرا بدا كيستوعب اهميه هذه المنصات الاجتماعيه، ام فقط مجبر اخاك لا بطل، وان هذا الامر سينتهي بمرور يعني هذه الجائحه وستعود حليمه الى عادتها القديمه، بمعنى نوع من التعتيم، نوع من المعلومات الشحيحه، نوع من يعني التوري عن الانظار. لا انا كنظن هذاك الشيء اللي قال السي عادل في الاول صحيح. حنا السياسيين ديالنا والساسة ديالنا وخاصة كيكونوا في الحكومة يعني يغلب عليهم طابع تحفظ، هذا مشكل حقيقي. انه انتم كصحفيين كتعرفوا شيء كيجي كيعطيك معلومة وكيقول لك مصدر يعني رفض ذكر اسمه ومصدر مقرب مصدر الى غير ذلك. هذه حنا المغاربة السياسيين المغاربة معروفين على كل حال، ما كيكتبوش ما كيهضروش يعني وكيتاخذوا القرارات. هذا تاريخ ديالنا، كيفاش نخرجوا منه؟ خصنا نتعاونوا عليه كاملين، ما غنخرجوش في ظل هذه الحاله الاستثنائيه، ماشي حاله استثناء، الحاله الاستثنائيه اللي كنعيشوها ديال الازمه. خلينا نقول بان بلادنا تتوفر على واحد قانون، كما تتوفر على معطيات اللي هي جيوسياسيه في التعامل مع الازمات. هذه القرارات ما اتخذتهاش، خلينا نقول لكم معكم صادق، ماشي الحكومه بوحدها اللي اتخذتها، هذا جهاز كبير كيجمع جل المؤسسات ديال الدوله اللي كيتخذ مثل هذه القرارات الاستراتيجيه. فلذلك حنا بلادنا هذه الاشاده اللي كاينه بالمغرب زعما جات غير بنيت على باطل، هي بنيت لانه رئيس الحكومه ديالنا كيخرج بدون تصور والحكومه ديالنا راه ما كت هاد الإشادة لاش، كما كانش عندنا أرضية صلبة، كما كانش عندنا جوانب قوية. فأنا عبرت على التحفظ، عبرت على أننا عندنا أسس، ولكن مع ذلك أنا كان أكد بأنه عندنا إشكالات، ليست كوارث مفهوم الشرقاوي، ولكن عندنا إشكالات. هو السي الشرقاوي راه كان عضو في إحدى الدواوين، كيعرف بأنه بالفعل الشيء اللي عبرت عليه السي يوسف كاينه دواوين للاسف الشديد مملوءه باشخاص الكفاءات ديالهم محدوده في التواصل. يعني كنعين لك مستصل لاني كنثق فيك، ماشي حيت انت لان وخليني نقول لك عاوتاني كاين اشكال حتى مادي كيعرفوا السي عمر، هذاك السيد داك المستشار اللي غتجيبو انت عندك الديوان محدد، عندك 8000 درهم 10000 درهم 12000 درهم، اللي غتجيب خبير في التواصل واش يخدم معك بهذا الشيء؟ فإذا كاين إشكال كذلك من هذه الناحية هذه. ثالثا أنا بالنسبة إلي اليوم هذا المنسوب ديال التواصل اللي دارته الحكومة أنا ماشي غير محترم، مقدر، مهم جدا، فيه إشكالات، ولكن دابا ملي كنمشيو لبعض القرارات وكنحكموا بها كالخروج المتأخر في قرار العطلة والكمامة، ما كنشوفوش شنو وقع في دول أخرى. راه فرنسا الى وقت قريب كيقول لك كمامه ما عندها حتى شي مفعول. خرج وزير الصحه، خرجوا واحد العدد المسؤولين كيقول من بعد ولات هاد بنتكم ضروريه. حنايا صحيح هاد القرارات ما خصهاش تؤخذ بواحد الحديه، ولكن حنا كتعرفوا الصرامه باش المواطن يعني بحال كتفيكسيك بحال كتشحنوا بواحد الاخر باش كيعرف بان كاين شي حاجه ماشي هي هذه، فكيوقع هاد النوع من القرارات. ثم القرارات انتم كتعرفوا ماشي قرارات يعني بسيطه، فيها استشارات، فيها فايده. ملي كتاخذ القرار هذيك الساعه ملي كيطيب عندك كيخصك تخرجوا، ملي كيتخرجوا صحيح فيه اشكالات ديال انهم طيب هاد النقطه قانون الكمامه اللي تحدث عليه سي بن حمزه، واش مشتيش يعني كنهضر على دائما بالجانب ديال التواصل السياسي، واش مشتيش بان هذه النقطه شوشات على كل ما حققت الحكومه خلال هذه الازمه؟
لا 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 داكشي انا بالنسبه لي تدورك لانه من انا ما كنهضرش على الجانب السياسي والجدل السياسي، كنهضر لك على تواصليا واش ما كتشوفش بان هذيك الخطوه في نهايه المطاف يعني شوشت كثيرا باش ما نقولوش دمرات دمرات ما بناته الحكومه. لا لا خلي السي بوانو خلي السي بوانو. لا 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 دابا انتوما راه مختلفين بلاتي مختلفين. انت تقصد التكميم وعادي بن حمزه تقصد القانون اللي فيه الكمامه باش ما ت... لا لا انا كنتحدث على قانون 22/20 كاين اشكال حقيقي لان هذاك ما عنده لا راس لا اساس. سمحوني نقولها لكم. والدليل كيفاش جاي في 19 باش يكيو اللي كيو برمجه في 20. انا مازال كنسال. لا جا في 19. لا جا في 18 وتصدق عليه في 19. جا في 18 وتصدق عليه في 19. ما هذه ما ثم معلومه كل شيء ربما البعض كيعرفوا البعض ما كيعرفهاش. القانون التنظيمي لاشغال الحكومه فيه مرسوم كيحدد تاريخ فوقاش خصك تحط المرسوم، فوقاش تحط القانون، فوقاش تنشروا لي الاستشاره لابداء الراي. هذاك المرسوم باقي ما خرجش حتى الساعه. ما يمكنش دابا واحد على كل حال تبعات سياسيه خصها تكون. انا كنقول انا مش لهذاك قالوا لا راس ولا اساس. انا ضده شخصيا شكلا ومضمونا، وما كنشوفش انا في عملية التأجيل ديالو شي جواب. خصو ما يجيش نهائيا ولا يتماشى مع الوحده ومع التضامن اللي حنا فيه. هذاك بالفعل جا وشوش على كل هذه المكتسبات اللي حقق. نرجعوا للخرجه التلفزيونيه ديال السيد رئيس الحكومه، علاش ما تطرحاتش هذه النقطه للنقاش وهي نقطه بحساسيتها؟ وعلاش ما طرحاتش؟ خصك انت دابا كصحابي تقول هذيك الاخت الصحابي. انا دابا حنا هذه دردشه فيسبوكيه. دابا انا كنسول على السيد رئيس الحكومه، يعني الى غالبا تيكون المحاور يعني السيد رئيس الحكومه يطلب بانه يعني ماشي راه يعني هذه المساله كت في الاتفاق على المحاور بانه هذه النقطه مهمه خاصها التوضيح للراي العام. علاش ما توضحش الراي العام بشكل اكثر؟ لا دابا لا دابا هو باش يخرج يوضح راه توضح، لانه حسب كل دارت بيانات الحزب العداله والتنميه حتى هو دار بيان في 5 نقاط تتعلق بهذا القانون. شنو غادي يضيف؟ هو كرئيس حكومه شنو يقول؟ يقول اودي هذاك القانون راه باقا فيه لجنه وزاريه ولجنه تقنيه، وبانه لا ولا راه كاين المكتسبات الدستوريه لا يمكن التراجع. انا اش غايقول؟ يعني الكل الامور كلها تقالت. وراه ما كانش عندهم ما يقولوا خرج، يعني دابا اش غايقول؟ لا جديد، لا دابا الجديد فيه دابا ما داكش غايقول راه ما خاصك يخرج. لا بغيت نقول لك انا هذاك المسوده الموقف منها هضم. صحيح كان هو يزيد يعاود هذاك الشيء ويأكدوا، لا ما نعول لك انا راه خصو يتسول هو وتسول الصحافيه ماشي انا. ما انا حنايا كنعبر على راسي، كنعبر على بصفتي نائب برلماني وبصفتي عضو في الحزب، صحيح حزب العداله والتنميه. بغيت نقول كذلك طيب فيما يتعلق. نعم السي بوانو، باش ندوزو للجانب المؤسساتي لانه ايضا على جانب من الاهميه، يعني تقريبا بقات واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. انا بقيت لي فكره، يلا بعجاله، يلا فكره صغيره فيما داكشي اللي قال السي الشرقاوي. لا يملك ملفات وغياب المعطيات وحاله من الشروط. لا صعيب هادشي، صعيب. لا انا دابا هو اولا راه طبيب، هو طبيب نفساني ماشي طبيب زعما عادي، فكيعرف اهميه ديال المصطلح والاثر ديالو على المتلقي وعلى اذن المتلقي وعلى الاثر ديالو السياسي. فلذلك انا كنظن بانه استعمل مصطلحات وهو فاتلوك كذلك كان في وزارة الخارجية، فإذا لا أظن بأنه ما عندوش ملفات أو ما عندوش معطيات. أنا نكون معكم صريح، أنا اتصلت به قبل، أنا ما كنتش عارفه غادي يخرج، واتصلت به على أساس أن يخرج في 11 ماي. هاد 2 غدا
غدا يخرج يقول بانه كي غنديروا حنا في هذا الخروج من الحظر الصحي ومن حاله الطوارئ. شنو كان الجواب ديالو؟ شنو كان الجواب؟ كان الجواب ديالو ان بانه اللجان لا جال تشتغل. وانا هضرت مع رئيس مجلس النواب كذلك واتفقنا على 11 على اساس ان تكون عندنا فرصه باش باش المغاربه يستوعبوا باش باش يكون عندنا طريقه باش نخرجوا. هذه النقطه اعطيناها حقها ربما. لا انا غير فكره خروج ديال خروج ديال رئيس الدوله الفرنسي ومن بعد منه خروج رئيس الحكومه. هذا الشيء غيدار غير حنا كيمكن انا رئيس الحكومه غادي يخرج صحيح على بعد يومين، ولكن القرارات المهمه راه اهم قرار يعني ان نخرجوا من الحظر ولا ما نخرجوش صحيح، لكن هذا مرتبط هذا راه يمكننا نعرفوا هذا الاسبوع، يمكن نعرفوا نهار الخميس، يمكن نعرفوا بالمؤشر ديال الصحه. هذاك هو اللي محدد له محدد علمي ديال المتخصصين، ما عنده هو علاقه به. لكن الامور الاخرى فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، كانت عنده في قطاعات فين غادي يمشيو، هذا كنظن واخا يكون فيه تاخر لن يضر. السي عبد الله راه ماشي المغاربه كلهم تتبعوا المؤشرات ديال مجلس الحكومه وتقراوا الرسائل وتقراوا عندهم قدرات ذهنيه كبيره. راه جزء كبير من المغاربه باغين قرارات واضحه، ما يقراوهاش هما من تحت السطور. يمكن نقراوهم انا في الرباط وانتيا وعدد من البرلمانيين، ولكن راه المغاربه راه 30 مليون و20 مليون ولا هذه راه تنتظروا قرارات واضحه. ماشي بيان مجلس الحكومه او شي تاويل لخرجه معينه او شي قراءه، راه هنا المشكل ديال التواصل. باش نتجاوزوا هذه النقطه ما بقاش سي حمزه بعجاله ماشي دقيقه. انا في هذا الموضوع هذا عفوا على ما قالوا سي عمر، شوف اي مساج واي رساله عندما تكون قابليه ديال التاويل ديالها ديال القراءات المتعدده ديالها في ظرفيه بحال هذه كيولي عندها فعل عكسي. ولهذا رئيس الحكومه في الخروج ديالو ولا اي مسؤول عمومي في الخروج ديالو في ظل الجائحه يجب ان يكون واضحا، يعني الخطاب الذي يصدر عنه يجب ان يكون غير قابل للتاويل وغير قابل لقراءات متعدده. هذا شوف هذا الخرجه ديال رئيس الحكومه هاد كان فيها هذا الشيء. هو يؤخذ ما عطاش المعطيات، لا معنى لم الارتباك لم يقع. لا ولكن على ذلك انه ما هو لزوم هذا الخروج؟ لا هي القيمه المضافه لهذا الخروج. لا غادي نخلي باش ما نبقاوش مركزين فقط على الخرجه التلفزيون رئيس الحكومه، غندوزوا للجانب ديال الاتصال او التواصل المؤسساتي. بن حمزه واضح كاين مجهود صراحه كبير تم بذله، وزارات ومؤسسات عموميه تواصلت مع الراي العام خصوصا في هذه الازمه الصحيه وبشكل مستمر، يعني وفرت المعلومه، نفات، كذبات، اكدات. هل هو مؤشر فعلا على استيعاب هذه المؤسسه العموميه لاهميه التواصل، ام ان فقط الظرفيه فرضت ذلك؟ انا اعتقد هذه مساله ديال ثقافه راسخه في المؤسسات. الصعب نقولوا بانه في ظل شهرين غتبدل هذه الثقافه، ولكن بلا شك انه طبيعه ديال الظرفيه اللي كنعيشوها مجموعه ديال القطاعات استطاعت على انها يعني تحدث واحد التحول. هو اليوم يمكن نقولوا بانه مرحلي ما يمكنش نحكموا عليه في المستقبل كيفاش غادي يولي، ولكن نامل ان يساهم في تغيير هذه الثقافه ديال اللي تطغى عليها الكتمان ويعني والعديد من المحاذير المحيطه بالمسؤول العمومي اللي كتنتقل بطبيعه الحال حتى الموظف والتقني. الجميع يكتسب هذه الثقافه المحافظه منذ سد الفم اللي يجيك منه هذا سد وارتاح. على كل حال يعني الثقافه هي هذه، ولهذا من المبكر اننا نحكموا على انه وقع تحول في الثقافه التواصليه لدى القطاعات الحكوميه. بطبيعه الحال هذا الشيء اللي وقع الان رغم الملاحظات اللي كاينه الان ورغم الملاحظات اللي قلنا واللي مازال غادي نقولوا، فمع ذلك المنسوب ديال التواصل ارتفع لانه ضروره املت ذلك. ولكن اللي تيميز هذا الشيء عاوتاني اللي كاين جوانب اخرى اللي هي كما تكلمت قبيله غير ايجابيه هو ضعف التنسيق بين القطاعات الحكوميه.
بحيث انه نعطيك مثال. مثلا هذه واحد جوج الاسابيع الى ما خفت نكذب كان هناك بلاغ او منشور ديال وزاره الماليه فيما يتعلق بعقد صفقه لشراء 100,000 تيست. ولا غدا سي اليوبي على ما اذكر تنفي ان المغرب غادي يدير هذه الصفقه. وكنجيو من بعد وحتى نكون اكثر دقه هو نفى ان يعني الحكومه تكون اشترت معدات يعني معدات ماشي الكيت ماشي داك الكيت ماشي داك داك هذا وفين نوضح ولكن مع ذلك كنبقى نوع من الشك. احنا كنتكلموا على التاويل وعلى القراءات وبالاكثر من هذا لانه هذا فقط انا بتقديري انا فقط كان فقط غير باش يتبرر التراجع ديالهم بعد لانه تكلم على الاهميه ديال الفحص ديال الدم ماشي ديال بمعنى دخول في التفاصيل اللي كتعلق بالقيمه ديال هذا التيست علما انه معمول بها في كوريا الجنوبيه في المانيا في عدد من الدول ديال العالم. ومني كنقول هذا الموضوع هذا موضوع خطير جدا لانه منظمه الصحه العالميه علاش تركز بصفه اساسيه. قالها المدير العام لمنظمه الصحه العالميه قالها اكثر من مره هو الاختبارات 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 الاختبارات. لماذا؟ وقال بانه سيصبح هذا الحجر الصحي بدون معنى ولا قيمه له الى ما توسعت الاختبارات. نعطيك رقم الاردن هذه تقريبا 7 ايام او 8 ايام وصلوا ل 100,000 تيست في عدد السكان في واحد 5 مليون او 6 مليون نسمه اغلبهم في العاصمه عمان. في حين اننا بالاحصاءات ديال اليوم احنا تقريبا ما بين الحالات المستبعده وما بين الحالات المؤكده احنا في 67,000 اليوم يوم الاحد يوم 67,000 تيست. طيب سي بحمزه باش نكونوا اكثر باش نكونوا عمليين مثلا فيما يخص نموذج ديال وزاره الصحه هل من ملاحظات فيما يخص مثلا لانه هي الوزاره الان اللي كتسلط عليها الاضواء بشكل كبير في هذه الازمه الصحيه هل من ملاحظات على طريقه التواصل ديالها مع الجمهور وخاصه فيما يتعلق بالندوه الصحفيه اليوميه اللي كيعقدها السي اليوبي؟ اعتقد انا قلت لك في البدايه بانه وقع واحد صعود ونزول فيما يتعلق بالاداء ديال وزاره الصحه في التواصل لانه كيف ما قلت واحد الوقت راه كانوا الموظفين كيجيو كيلقيو علينا الارقام فقط. على عوده ديال مدير الاوبئه سي اليوبي على الاقل بدينا كان يعني كندخلوا في بعض التفاصيل ولكن غير كافيه في اعتقادي لانه هذيك الارقام كان ممكن تدوز في نشرتين او لا في شريط اخباري وغيره. ولكن دور ديال مدير الاوبئه انه يدخل في التفاصيل فيما يتعلق مثلا اليوم هذه البؤر اللي كاينه شنو مدى التاثير ديالها على 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 الفتح ديال 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 الاقتصاد على رفع الحاله ديال الحجر الصحي مستقبلا لانه هذا يدخل ضمن السيناريو ضمن التصور اللي غادي يكون عند الحكومه في الايام القليله المقبله. شنو هو رفع الحجر الصحي؟ هو اننا ترجع الحياه الاقتصاديه ولو بشكل تدريجي ترجع الى الدوران بشكل عادي. الى كنا في هذا الاسبوع الاخير امام حالات خطيره وحالات كثيره حالات بؤر كثيره لم تمس فقط القطاع الصناعي بل مست ايضا مؤسسات حساسه من بعد السجون السكنات العسكريه الحرس الملكي. هذا يطرح واحد اسئله كثيره جدا وبالتالي وزاره الصحه يجب ان تقدم كافه المعطيات المتعلقه بهذا. طيب سي بوانو ما بقاش الكثير من الوقت وهذا سؤال موجه للجميع. الان كاين جوانب ايجابيه كثيره كشفت عنها هذه الجائحه فيما يخص يعني تواصل الحكومه وتواصل المؤسسات العموميه بشكل عام مكتسبات. سي يوسف عندي فقط واحد استدراك اليوم مثلا اليوم كاين عندنا واحد المجهود كما قلنا واحد المجهود اللي بثلاث الدوله فيما يتعلق ب التغلب على الجوانب الاقتصاديه والجوانب الاجتماعيه وكذا. اليوم مثلا مساء هذا اليوم خرج بلاغ يتكلم على ان وزاره الفلاحه ستقدم دعما عن خيول السباق كيوصل 1250 درهم. هو وصلني الان السي بن حمزه وصلني الان علما ان الاطار 1500 درهم وصلني الان بلاغ تكذيبي من وزاره الفلاحه تيقول بانه هذا الكلام لا اساس له من الصحه هو كان طلب من الجمعيه ولكن تم رفضه. هذا هو البلاغ اللي توصلت به الان علما ان البلاغ اللي كتبه الجمعيه فيه بشرى ولكن مع ذلك تم تشويش على العمل الحكومي.
هذا تشويش وكان سيكون كارثه لو كان هذا الشيء. طيب سي بوانو، سي بوانو، السريعه هي مهمه بالنسبه للاداء التواصلي ديال الحكومه. هاد السرعه، هاد السرعه، سرعه رد الفعل وهاد التواصل وهاد المكتسبات اللي حققناها سي بوانو، سواء على المستوى التواصل المؤسساتي او التواصل السياسي، يعني كيفاش يمكننا نحصنوا هاد المكتسبات بعد مرور الجائحه؟ نحن مقبلون على سنوات عصيبه بالتاكيد، كاين الاف العمال غادي تسرحوا، كاين البطاله غترتفع، كاين مقاولات غادي تسد، يعني كاين مجموعه من 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 من, من المشاكل غادي تطرا، وبالتالي هذا يستوجب الحكومة إعداد خطة تواصل ديال الأزمة اللي تكون فعلا خطة قوية وعند مستوى هاد التطلعات وهاد التحديات. واش يعني غادي نستمروا في هاد الوتيرة الحالية أم أن حليمة ستعود إلى عادتها القديمة؟ لن تعود حليمة إلى عادتها القديمة. لن تعود حليمة إلى عادتها القديمة. احنا لاحظتوا يعني أهم ما يميز المشهد السياسي المغربي ويميز المغرب عموما هو التراكم. أي حاجة مشينا لها ما كنرجعوش للور، ما كنرجعوش للور، لأن أظن بأن الحكومة ستقدم يعني سيناريوهات، ستقدم مقترحات ديال الخروج، ستقدم استراتيجيات ديال القطاعات دون أن تقدم استراتيجية تواصلية. لا أظن بأن التغيير الأخير ديال الناطق الرسمي هو تغيير شكلي غتكون عنده تبعات بالفعل. واليوم واخا في حاله ارتباك كنظن من ناحيه التواصل المؤسسات حنا قطعنا اشواط مهمه مع كل الملاحظات اللي يمكن نسجلوها. بغيت واحد جوج نقاط هذه القضيه ديال اللي كيستعملوا الدم السي عادل، فيهم اشكال. هادو كيداروا، هادو الاصل فيهم انهم يداروا بعد الجائحه، بعد ما تكون، لانه هذا كيمشي يقلب على لي زونتيكور، ما كيقلبش على يعني واش كتبسي المناعه ام لا. احنا مازال حتى البلاطو واش وصلنا له ولا ما وصلنالوش؟ صحيح وصلنا في يعني في 18 دول بحال كوريا والمانيا خدامين، هادوك داروا بجوج مختلفه. اي تماما هذا هو، داروا بجوج. دابا هذاك ستان ديبيستاج، دابا هاد لو ديبيستاج اللي كان هاد ديبيستاج اكتيف كنديروه الان. طيب نبقاو مع التواصل. نعم غير هاد البؤر هادي دارت فيها الحكومه اجراءات مهمه. كيوقع مشكل في السجون، دارت السجون بالمغرب كامل، درت لهم لو تيست، تهنينا. الجيش نفس الامر، حتى هو كيخضع لنفس الامر. بالنسبه للوحدات الصناعيه نفس الامر، كتكون بؤره كيمشيو للوحدات الصناعيه اللي باقا مفتوحه كاملين كيديروا، يعني كاين بروتوكول يتم اتباعه واضحه. نعم كيتم، انا كنظن من ناحيه التواصل المؤسساتي. انا ترت هذا الموضوع ديال الوحدات الصناعيه، هو شنو الاثار ديالو من بعد الفتح الاقتصاد، من بعد رفع الحجر الصحي؟ لا كاين، لا اذا طلعتي على جوج ديال التقارير مهمه، كنظن التقرير اللي دارته السي جوهيم مهم جدا، والتقرير اللي دارته كذلك حتى بعض القطاعات اللي خدينا السياحه ولا خدينا قطاعات اخرى، كيفيه الخروج، المقترحات ديالها عمليه فيما يتعلق بالاحتياطات. ودابا تطبقوها الان. لا دابا شوف، انا اعلى، انا هو جاري الان. أنا أعرف ربما خبر أنتم كتعرفوا دابا الآن، بعض الجهات راه انطلقت المناطق الصناعية ديالها في الخدمة، دابا باقي كاع ما وصلنا. دابا في الجنوب كاين تساؤل ديال الناس، علاش هادوك طلقوا؟ واش ما عندهمش إشكال إلا غير ذاك؟ لا، أنا في اعتقادي غادي نديروا التدرج، ولكن ذاك التدرج غيكون فيه الجانب الترابي. اليوم راه كاين هذا موضوع آخر، رجاء آخر. دابا اليوم بعد المؤسسة، طيب، مع المؤسسة، طيب، طيب 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 خلينا في التواصل. دابا الان بعدا كاين عدد من المعامل اللي هي تشتغلوا بالمئات ديال العمال، والبعض منها بالالاف، راه ما كاينش فيها اشكال، وقت الاحتياطات ديالها الى غير ذلك. التواصل المؤسساتي انا كنظن في لاحظتوا في ظل الازمه وفي ظل هذا الشيء اللي مرينا به، يعني التواصل المؤسساتي حاصر بشكل كبير، يعني الاخبار الزائفه والاخبار المرفقه والاخبار الكاذبه. يعني هذا التواصل المؤسسي اليوم هو ضرورة في الأزمة، وهو ضرورة بعد الأزمة، لا محيص عنه، خصنا نستمروا فيه. وكنظن بأن غتكون استراتيجية كما كاين استراتيجية القطاع الأخرى، غتكون استراتيجية هادشي. أنا تلقيت بالسيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، هنأته على الخرجة الأولى ديالو، واستشفيت منه بأنه هناك استراتيجية اللي غيتبعها. وطبعا أنا الشيء اللي كيقول السي عمر ماشي صحيح، ما يمكنش دابا حنا كيخصنا التواصل، ملي يخرج وزير في الفيسبوك ولا يخرج في تويتر ولا يخرج في هذا، مزيان انا عايخرجوا
شتي وخايبا وخايبا الاختلاف بيناتهم، وخايبا الصراع، وخايبا الاختلاف، هذا مزيان بس انا اللي كيهمني المهم كما قلت نشوفوه نشوفوه ونهضروا هو التواصل، حيت حنا كنقولوا ما كاينش التواصل. لا غنعطيك السي عمر، غنعطيك السي عمر، غنعطيك كنقولوا ما كاينش، حنا في نفس الوقت كنقولوا ما كاينش التواصل وكناخذوا البعض علاش كيخرج. طيب سمع السي عمر، انا في نظري غير يخرج. نقطه اخيره اذا سمحت السي يوسف، هذا التواصل المؤسساتي اليوم دور ديال الدور ديال السياسي عموما ماشي غير ديال المؤسسات. دابا حنا تكلمنا على الحكومه، غير كافي، انا كنظن غير كافي. كيخص اليوم السياسيين كلهم، اليوم كاين تجربه مهمه داروها القاده ديال الاحزاب السياسيه، كيخص حتى شي يستمر، لان اللقاء الاول اللي كان، اللقاء الاول اللي كان عند ديال الاحزاب السياسيه مثل البرلمان مع رئيس الحكومه، شنو اللي طغى عليها؟ طغى عليها هو اي دور للسياسي في هذه الجائحه، في هذه الازمه، في هذه الحرب. اليوم الدور، هذا الدور كل شيء شعر به، ولذلك لا اظن باننا غادي نرجعوا اليوم. اليوم التواصل الاجتماعي هو من الادوات المهمه اللي خصها يجب ان تستمر الى جانب التواصل المؤسسي اللي يمكن يدير. لا دابا حنا تنتكلموا على التواصل المؤسساتي، هادو رجالات الدوله عندهم الفضاءات التواصليه، إلا كان شي مشكل يفضيوه في الفضاء التواصلية ويخرجوا يعبروا على الرأي ديالهم. أما تصفية الحسابات في الفيسبوك ما عنده علاقة بالتواصل، عنده علاقة بربح توضيح وجهات نظر، ماشي صراع. لا أنا عندي دابا طبعا أنا تنتكلم على وجهات نظري، أنا تنعتبره هذا نوع من، لا ماشي وجهات نظرك، ماشي اللي كنقصد وجهات نظر المسؤول السياسي، هذاك الوزير كيعبر فقط على وجهات نظره، واش منعوه منها وجهات نظره؟ شوف راه تيعبر على وجهات نظر في موضوع حكومي، ماشي واذا انت مع التحفظ اللي كيديروا دابا. لا ما كاينش تحفظ، انا تنقول رجل دوله عنده مؤسسات اللي غادي يعبر فيها الراي ديالو، وفاش يبغي يضرب وزير اخر ما تتبقاش التواصل، تيولي تما حسابات السياسه، تيولي الكسب السياسي، ما تيبقاش العمل التواصلي. لا هذاك 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 عنده اهداف اخرى وعنده مكاسب اخرى. حنا تنتكلموا على، ما استفدتيش من هاد الخرجات ديالهم السي عمر؟ طبعا غنستافد. ايوا هذا هو المقصود، اذا خليه يخرج. لا خليه يخرج، على يحرك الصحاب ديالو. لا على انا ما قلت له ما تخرجش غير مره ما تدافعش. لا انت كتقول له ما تخرجش. السي عمر راني ما درتوش، ما غتحركش الصحه ديالك. لا الرواج عمر، الرواج مع راسو، الرواج يخرج وبلادي يخرج يعبر. دابا حنا تنتكلموا على تواصل مؤسساتي. الا بغيتي تواصل ودير معارك في الفيسبوك انت كوزير ضد وزير اخر، حتى واحد ما غادي يمنعك، ولكن ما عمرك تبقى تقول لنا راه هذا الامر في التجانس الحكومي والاختلاف الحكومي لا هادو راه تصفيات حسابات كاين. لا انا في التجانس سي عمر، التجانس كاين برنامج، كاين ارضيه البرنامج الحكومي، كاين ارضيه البرنامج الحكومي. طيب سي حمزه في كلمه واحده، سي حمزه كمل في كلمه واحده باش نكملوا النقاش. واش دابا تفضل بعجاله؟ يلا اللي تفضل سي عمر. يلا حتى واحد هنا ما تيقول بانه الحكومه ما كانتش في المستوى التواصل في هذه الأزمة، راه ما يمكنش ينكر هذه الحقيقة. شح كان هناك تطور كبير مقارنة ما قبل جائحة كورونا، وماشي التواصل عبر الحوارات أو البلاغات، راه كان تواصل جسدي. راه كنا تنشوفوا عدد من مثلا الرئيس المنتدى بالسلطة القضائية فاش ينزلوا يديروا المحاكمات عن بعد، كنا تنشوفوا رجال السلطة، كنا تنشوفوا يعني مسؤولين في الصحة تنزل. راه كان تواصل جسدي، كان تواصل بالحوارات بالبلاغات بالبيانات ديال التوضيح، عدد من الآليات اللي كانت مهمة. لكن واش هادشي غادي يستمر؟ انا زعما متشائم. خلي كل امل ديالك مزيان باش انت عارف تكسب. عبد الله متشائم. لا تتشائم. شوف الفاعل السياسي ما تقديش عليه كورونا. لا فاعل سياسي ما عمر تغيروا كورونا. انت راه اخذنا عليك، راه شوف في التواصل اخذنا عليكم انتم، دوزتوا قانون بالتصويت بالنيابه، هو ما عندكمش الدستور.
لا هذا بلت لا ما بغيناش نقصها ثم غنمشيو دابا واحد النقاش حدا لا 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 خصني نجاوبو لا خصني نجاوبو لا خصني نجاوبو لا خصني نجاوبو خصني نجاوبو خصني نجاوبو شوف شوف هذاك راه اليا اللي تقرات وبلاتي واش سولتيني واش خليني نجاوبك وما تصدرش حكم ما تصدرش حكم ما تكون عندك المعطيات خلي سيبوانو جاوب عجاله باش تختموا يلا لا باش تكون عندك المعطيات وبلاتي اسد عبد الله كاين تقرير رسمي لجنة المالية تقرير الصفحة رانا صورتها في الحساب ديالي تتقول بأن القانون مصادق عليه ب 43 مؤيد وبمعارضة شخص هذا تقرير وفيه صفحة ومنشورة رسمي واسمن واسمن يا اسمن سيبوانو بعجانة سيبوانو لا لا انت مشيتي طيب انت مشيتي انت مشيتي الفصل 60 وكتقول لي خرق ديال الدستور وانت كتعرف بان الفصل 69 والفصل 10 وكيتكلم على التمثيليه انا هذاك الشخص وقع لنا اشكال اليوم 8 ابريل منين دوزنا القانون المره الاولى خرج كيقول بانه 6 اللي صوتوا معاه هو صوت ضد انا عندي التلفازه لا في اللقاء الاول ولا في اللقاء 30 ابريل هذوك اللي معايا في التلفازه اللي حاضرين نحسبهم ولا ما نحسبهمش في نظرك ما نحسبهمش انا ما حسبتهمش اي اسمعني غير اسمعني هادو حاضرين معايا بحال اللي حاضر انت معايا دابا انت لا هزيتي يدك هكا وكتقول لي انا اصوت نحسبك ولا ما نحسبكش طيب قال لي الدستور ما نحسبكش انا ما حسبتش نهار 8 ابريل ما حسبتوش ونهار 30 ابريل فاش درنا نفس القانون ما حسبتوش هذا كانت فقط كلام والاخوان داروه في التقرير غير باش تفهم لانه الاشكال اللي عندنا اسمعني عمر عمر خليني نكمل هذاك السيد هذاك السيد ما كانش خصو يحضر كيخص العداله كيخص حزب الاستقلال يحضر 20 مره عاد يحضر هو كيخص 30 مره يحضر يحضر التجمع عاد يحضر هو 50 مره كيخصو يحضر الاصل المعاصر عاد يحضر هو خصنا نحضروا 60 مره عاد يحضر هو هذه التمثيليه ما يمكنش انت دابا واحد حاضر مني انا واحد حاضر منه غادي نقادهم انا كنقول لك راه الاشكال هذاك الشيء اللي قلتي في الفصل 60 هذاك حنا متفقين راه ما كاش هذا كانت غير الهضره اللي كانت عندنا في اللجنه حولت في التقرير اما داك الشيء ديال الرئيس راه حيدناه استاذ حيدناه من التقرير استاذ دابا هو اسمعني اسمعني عمر من ناحيه الدستوريه من ناحيه الدستوريه التقني ما غاديش يفهموا به بالضروره هو يحضر ولا هو من حقه يحضر ولا من حقه يحضر كيحضر جميع اللجان انا عندي 124 انا عندي 124 عندي 14 في اللجنه وعندي التلفازه اللي كندير انا في المباشر بحال هذا وحاضرين معايا واش نحسبهم ولا ما نحسبهمش نمشينا للفصل 60 ما نحسبهمش اسمعني اسمعني نمشينا للقانون الماده 171 كيخصني نحسبهم انا ما حسبتهمش اصاحبي ما حسبتهم لا في الاول ولا في الثاني هذاك غير باش غير غير نقاش كان جاوبناه قال لك اودي قال لك سجلوا في المحضر بان رانا صوت ضده قلت له لا راه اللي حاضرين اكثر من هذا الشيء هادو اللي في التلفازه حتى هما حاضرين الاخوان دخلوا في المحضر فقط هذا هو الكلمه الاخيره ديالك واخا خلاصه هذا النقاش في دقيقه الجلسه العامه راه تحسبوا الناس اللي ما كانوش حاضرين على كل حال راه هو رد عليه لا حتى هي راه هي وصي بن حمزه شوف الفيديو لا 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 شوف الفيديو شوف الفيديو ديال لا رئيس الجلسه شوف الفيديو ديال رئيس الجلسه منين اصر عليه كيقول له لا قول لي شحال العضو اصر عليه قال له الاغلبيه ناقص واسمعني قال له الاغلبيه ناقص واحد قال له الاغلبيه ناقص واحد جا كيستفزوا منين استفزوا الاخر قال له المجلس ناقص واحد طيب سي بن حمزه هي خلاص راه النقاش رجعوا للتواصل رجعوا للتواصل على كل حال سي عمر سي بن رجعوا للتواصل كخلاص راه النقاش واللي فيها نقاش اخر على كل حال انا فقط في ثواني معدوده انا اقول بانه زمن الجائحه هو زمن ممتد الان لا احد يعرف كيف يمكن العالم كيف يمكن المغرب يخرج من هذه الوضعيه وبالتالي اليوم كل ما يتعلق تقريبا بالفيروس وبالوباء راه هو عرفنا صحيح انه العلماء يتكلموا على طفرات يتكلموا على تحولات ديال الفيروس ولكن بصفه عامه اليوم معروف الخطر معروف طرق كثيره ديال الوقايه معروف واحد العدد ديال الامور ولهذا كيظهر لي المرحله المقبله غيكون فيها دور ديال التواصل باش
مسألة أساسية وأساسية جدا. وهنا نبغي نوقف عند واحد المعطى اللي كشفت لنا الأزمة، هو أنه رحنا على حساب على الأقل صريح ديال رئيس الحكومة يوم الخميس أننا أمام 5,100,000 مغربي اللي استفدوا من 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 الدعم. هذا معناه أننا كنتكلموا على واحد 15 مليون مغربي اللي في ظرف شهرين فقدوا مورد الرزق ديالهم، وإلا زدنا عليهم واحد 400,000 اللي تعلن عندنا اليقظة فيما يتعلق بالقروض ديال السكن وبالقروض ديال الاستهلاك، فمعنى ذلك أننا في وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة وصعبة جدا، وأن التحديات كتواجه بلادنا في المستقبل غتكون معقدة بشكل كبير، وبالتالي التواصل غادي يكون عنده واحد دور مهم ومهم مهم جدا. وقت هذا الدردشه الرمضانيه انتهى، شكرا جزيلا لضيوفي الكرام سيدي بوانو، سيدي عمر شرقاوي، سيدي عادل بن حمزه، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات وهذا النقاش اللي معكم شيق. شكرا لمتتبعي صفحتنا على الفيسبوك، التفاعل ديالكم كان كبير وغني من خلال الاقتراحات وطرح التساؤلات. شكرا جزيلا لكم جميعا، على امل ان نضرب لكم موعدا اخر وموضوع اخر للنقاش الفيسبوكي. إلى اللقاء. شكرا سي يوسف.